أهلا بكم من جديد. أعلن الفرنسي إيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي عن اللائحة النهائية للمنتخب الأول الذي سيواجه وديا كل من صربيا وأوزبكستان استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا. وكما كان منتظرا منح رونار فرصة المشاركة لأول مرة لهداف الشان الأخير أيوب الكعبي من نهضة بركان وياسين أيوب لاعب أوترخت الهولندي ووليد الحجام من فريق أميانس الفرنسي. اللائحة النهائية للأسود المكونة من 28 لاعبا شهدت عودة كل من مروان داكوستا من اسطنبول، باشاك شهير التركي وزكريا الأبيض من أوترخت، بالإضافة إلى حمزة منديل من ليل الفرنسي ووليد أزارو مهاجم الأهلي المصري. بالمقابل تم استبعاد المهاجم أشرف بن شرقي المنتقل حديثا إلى الهلال السعودي.